اهلا بحضراتكم مره تانية. بفكركم بحلقه اللي هيكون فيها مجموعه من رؤساء التحرير، واللي عايز يخاطبهم يكلمهم يسالهم يقول وجهه نظر. طبعا هنفتح الباب لده ان شاء الله في الفقره الرئيسيه. قدامنا بس مجموعه اخبار كده عايز اطلعكم عليها، بعض الاخبار مهمه جدا في قراءه اساسها ومنطلقاتها، منطلقات هذه سبب الخبر واهميته. يعني مثلا كما تحارب مصر الارهاب هي تحارب الفساد ايضا. ولما بنقول مصر وما بنقول الدولة احنا ما بنتكلمش عن الحكومة، الحكومة دي جهاز تنفيذي جزء من الدولة، الدولة دي حاجات كتيرة. الدولة دي يعني الحكومة، يعني البرلمان ان شاء الله، مجلس نواب المقبل بإذن الله، يعني السلطة القضائية اللي من المفترض انها يعني طول الفترة اللي فاتت لعبت دور تاريخي في من اول 25 يناير لحد دلوقتي، دور مهم جدا لعبته السلطة القضائية ولعبه مكتب النائب العام، خاصة في الفترة الحالية سيادة المشير هشام بركات يقوم بدور كبير في الحقيقة في ضبط أمور كتيرة داخل النيابة وفي علاقة القضاء في تصنيف القضايا وفي جهود البحث اللي بتحصل فيه عدد كبير من القضايا اللي موجودة داخل مكتب النائب العام. النهاردة الحقيقة كان فيه موقف مهم قوي وقرار مهم جدا من مكتب النائب العام فيما يتعلق بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد ملحق بمكتب معالي نائب العام مستشار هشام بركات. يعني المسألة مش كده، يعني احنا مش بنحارب الإرهاب والسلام عليكم، لا، يعني انه يعني كما لو كانت رسالة من هذه السلطة القضائية الرفيعة ومن مكتب النائب العام بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد. البيان قدام حضراتكم، متقال فيه ان الهدف من إصدار هذا القرار بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد وإلحاقه بمكتب النائب العام هو اتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك واستخدام آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات أو توصيات وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات ذات الصلة والتنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد وأهمها الرشوة واستغلال النفوذ واستغلال المال العام ودراستها وإعداد الدراسات الخاصة بأفضل الطرق لمكافحتها وتفعيل تعليمات النيابة العامة ومدونات السلوك بالنسبة لموظفي النيابة العامة. يعني احنا بنتكلم في أن هذه الحرب اللي بتتم في مصر بتتم ليس فقط على الإرهاب ولكنها تتم أيضا على الفساد. يعني المؤسسات مش ناسية الدور ده، مكتب مهم جدا جدا جدا، وأعتقد أنه إن شاء الله هيكون ليه دور فاعل في أن يكون سلاح ردع، مش بس سلاح كشف الجريمة، لكن الطريقة اللي متصاغ بها القرار معالي النائب العام يدل على ان في رد. يعني بيتكلم عن مدونات سلوك، بيتكلم عن دراسات للمكافحة بطرق مختلفة. الأهمية كمان هذا المكتب هو الشخص الذي اختاره معالي النائب العام ليكون رئيسا لمكتب مكافحة الفساد الملحق بمكتبه، وهو اختار قامة قانونية كبيرة وواحد من رموز النيابة العامة الحقيقة اللي ليه بصمات مختلفة هي من الثورة لحد دلوقتي، واختار السيد المستشار مصطفى خاطر. وطبعا حضراتكم عارفين هذا الاسم الكبير، هو أول من حقق في قضية مبارك، ثم هو أول من تصدى لتغول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على السلطة القضائية وعلى أعمال النيابة العامة لو تفتكروا في القضية الشهيرة. وده صورة السيد المستشار مصطفى خاطر اللي واقف في مرافعة في أحد القضايا دي، في أظن في قضية التخابر الخاصة بمحمد مرسي. طبعا أنتوا فاكرين كويس جدا، يعني كان له مذكرة عظيمة فيما يتعلق بمواجهة تغول سلطة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي على السلطة القضائية، ووجه بحرب شرسة من جماعة الإخوان المسلمين، وتم نقله ورفض النقل، ثم إلى التداعيات التي قادت إلى موقف نبيل وشريف من النيابة إلى ضد تغول السلطة القضائية. فبنعتقد أن هذا الاختيار إن شاء الله يكون هو اختيار موفق. فيديو إيه؟ طيب الشباب فيه عندهم فيديو شهير الحقيقة ما شفتوش أنا قبل الهوا، بس نشوفه دلوقتي معاكم لأن هما لسه مطلعينه متحمسين لاختيار المستشار مصطفى خاطر وهو بيصف الرئيس محمد مرسي في أحد المحاكمات. هنشوف الفيديو مع بعض.
من المحافظات الجمهورية بدأ من 25 يناير عام 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث. وأهمل والمتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لأثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهاد المعهودة بها إلى الوزارة لتأمينها، بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي، وتقاعصوا عن تجديد الحراسة على تلك المنشآت في هذه الظروف، وأصدر الأول أمرا بقطع خدمة الاتصالات. دي من محاكمة مبارك، ومن شباب غلطوا من محاكمة مبارك، لأن هو كان هو ممثل للدعاء في هذه المحاكمة، وهو اسم كبير أم بدور ضخم جدا فيما يتعلق بالتحقيقات في هذه القضية وغيرها. ثم الموقف الشهير اللي كل الناس شهدت له فيه في واقعة الاتحادية لما أفرج عن الناس اللي كانوا سلموا إليه عن طريق الإخوان، ثم المعركة الكبيرة فيما يتعلق بتعيين طلعت عبد الله نائب عام في عهد مرسي بالمخالفة للكثير من القوانين. فيعني موقف الحقيقي موقف يعني مهم جدا إنشاء هذا المكتب، مهم جدا الدور اللي هيلعبه، ومهم جدا كمان، وده اللي بتمناه من سيادة المستشار مصطفى خاطر ومن سيادة المستشار طبعا هشام بركات، أن يكون الإعلام مطلعا على كل ما يتم الانتهاء ليه من قضايا فساد، عشان الناس تطمن بأنه المسألة مش متسابة كده، أنه إحنا متأكدين، بس عايزين كمان يعني تطمئن قلوبنا إلى ده، الناس تشوف بعينيها ايه اللي بيحصل على ارض، وايه الجهد اللي بيحصل لمكافحه الفساد، عشان البلد ما نرجعش لا قدر الله لاي صوره من الصور القديمه. ودي حاجه من الحاجات الكويسه. النهارده رئيس